السؤال الأول، إذا كنت مسافرا من الرياض إلى القصيم وجبت لي صلاة الظهر وأنا داخل المدينة، هل أقصر الصلاة قصر مع العصر أو أصلي العصر الظهر أربعا وأقصر العصر؟ المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا، ولكن إذا صلى خلف إمام يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وكان السلف إذا صلوا إذا كانوا مسافرين وصلوا خلف من يقصر الصلاة وصلوا خلف من يتم الصلاة فإنهم يتمونها ولا يقصرون خلف الإمام. وكذلك إذا صلى الإمام المسافر بالحاضرين فإنه يقصر، ولكن إذا سلم يقومون ويتمون لأنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح لما صلى في الحرم وصلى خلفه الناس قال: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر. نعم.